النمسا تؤكد استعدادها المساهمة في إعادة إعمار سوريا بعد سقوط الأسد. البرلمان النمساوي يرفع الحصانة عن رئيس حزب الحرية بعد تهم بالفساد. النمسا تؤكد استقرار أسعار الغاز بعد إلغاء عقدها مع روسيا. النمسا تنفق 3.3% من الناتج المحلي على البحث والتطوير. ارتفاع نسبة العاملين بدوام جزئي بنسبة 30% خلال 10 سنوات. سحب الجنسية النمساوية من أوكرانيا بعد رفضه أداء النشيد الوطني. مطالبة امرأة بإعادة 20,000 يورو بعد تقديمها معلومات خاطئة لمكتب العمل. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا ليوم الخميس 12 من ديسمبر لعام 2024. أكد المستشار النمساوي كارل نيهاما استعداد بلاده للمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف. وأوضح نيهاما أن الوقت قد حان لتشجيع السوريين إلى العودة إلى وطنهم، مشيرا إلى أهمية دعم الاتحاد الأوروبي المتماسك لهذه الجهود، ومشددا على ضرورة التنسيق بين الدول الأوروبية. كما أوقف مكتب الهجرة النمساوي النظر في طلبات اللجوء الجديدة للسوريين بعد سقوط النظام في دمشق، ما أدى إلى تصاعد دعوات الأحزاب لإعادة اللاجئين إلى بلادهم. صوت البرلمان النمساوي للصالح رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس حزب الحرية هابت كيكل وثلاثة من نواب الحزب مارتن جراف، هارالد شتيفان ونوربرت نيمت بدعم جميع الأحزاب باستثناء حزب الحرية. وجاءت الخطوة تمهيدا لتحقيقات النيابة العامة لمكافحة الفساد مع كيكل بشأن مزاعم تقديم معلومات كاذبة أمام لجنة برلمانية في أبريل الماضي حول وكالة إيدين شميدة وإعلانات الحزب، فيما يواجه النواب الثلاثة تحقيقا من النيابة العامة في فيينا بشأن مزاعم انتهاك قانون الحظر على خلفية مشاركتهم في جنازة تضمنت نشيدا له دلالات نازية. وقد انتقد حزب الحرية القرار واصفا إياه بالعدالة الانتقائية. أنهت شركة OMV عقدها مع غازبروم الروسية بسبب انتهاكات تعاقدية أساسية، مؤكدة استقرار إمدادات الغاز وأسعارها من مصادر بديلة وفقا للرئيس التنفيذي ألفريد شتيان. وأوضح أن تنويع الإمدادات خلال السنوات الثلاث الماضية يضمن استقرار السوق النمساوية، حيث جاء القرار بعد حكم تحكيمي قضى بتعويض قدره 230 مليون يورو لصالح OMV لعدم انتظام تسليم الغاز، ما دفعها لوقف المدفوعات وخصم المبلغ. وأوقفت غازبروم الإمدادات مما اعتبرته OMV انتهاكا للعقد. ورغم تشكيك الخبراء في تحصيل التعويضات، يعزز انهاء العقد استقلال OMV عن الغاز الروسي. أنفقت النمسا على البحث والتطوير خلال عام 2023 3.3% من ناتجها المحلي الإجمالي، متساوية مع بلجيكا في المركز الثاني ضمن الاتحاد الأوروبي بعد السويد بنسبة 3.6%. ويعكس هذا الأداء الاستثنائي التزام النمسا بتعزيز بيئة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بفضل استثماراتها الكبيرة وشراكتها الاستراتيجية. ورغم زيادة الإنفاق الأوروبي إلى 381.4 مليار يورو، بقيت كثافة البحث والتطوير الإجمالية في الاتحاد عند 2.2%. واستحوذ قطاع الأعمال في النمسا على النصيب الأكبر من الإنفاق. في المقابل كانت نسبة رومانيا 0.5% وبلغاريا 0.8%. ارتفع عدد العاملين بدوام جزئي خلال العقد الأخير بنسبة 30%، حيث ارتفع العدد من 950 ألف في 2013 إلى 1,250,000 ألف في عام 2023 وفقا لإحصاءات النمسا. وأكدت البيانات أن أكثر من نصف النساء يعملن بدوام جزئي لأسباب ترتبط غالبا بالالتزامات الأسرية،
حيث في 2023 بلغ عدد النساء العاملات جزئياً 986 ألف مقابل 261 ألف رجل. وأوضح مدير هيئة الإحصاءات النمساوية توبياس توماس أن العمالة غير التقليدية ارتفعت إلى 31.6%، ما يضع النمسا ثانياً في الاتحاد الأوروبي بعد هولندا. وأظهرت الإحصائيات أن رعاية الأطفال هي السبب الرئيسي لعمل النساء جزئياً، بينما الرجال لمتابعة التعليم والتطوير. سحبت حكومة ولاية النمسا السفلى الجنسية النمساوية من مواطن أوكراني بعد رفضه غناء النشيد الوطني خلال مراسم التجنيس في مدينة بادن يوم 15 من أكتوبر. وأوضح نائب حاكم الولاية أودو لاندباوا أن القرار جاء نتيجة غياب الهوية مع النمسا، مؤكداً أن هذا السلوك يعكس عدم الاستعداد لقبول المبادئ الأساسية للبلاد، حيث استند القرار إلى المادة 21 من قانون الجنسية النمساوي التي تشترط إقامة المراسم في جو احتفالي يتضمن غناء النشيد الوطني ووجود الأعلام الوطنية. وأكد كريستوف لويزا وزير شؤون اللجوء بالولاية أن الإجراء قانوني وضروري. فرضت محكمة في النمسا السفلى على امرأة إعادة 20 ألف يورو لمكتب العمل آمس بعد رفض طعنها بشأن دعم مالي للإجازة التعليمية. وأوضحت المحكمة أن المرأة أخفت معلومات مهمة حول عدم استيفاء الدورات التدريبية للمعايير المطلوبة. وتعد هذه القضية واحدة من حوالي 80 مطالبة مماثلة يواجهها المستفيدون، حيث يطالب مكتب العمل باسترداد مبالغ تم دفعها لدورات غير مطابقة للشروط. وأشار رئيس مكتب العمل يوهانس كوبف إلى الحاجة لإصلاح نظام الإجازات التعليمية، خاصة مع ارتفاع الطلبات، ورغم تأكيد المتضررين أن الدورات كانت معتمدة مسبقاً، إلا أن قرارات الإلغاء بأثر رجعي أثارت جدلاً واسعاً. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا متابعة موقع infograd.com دائماً. كنت معكم أنا ريم أحمد، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.